طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين. هبت لا بل عصفت رياح التغيير في الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية أخيرا. القلعة التي عهدناها على ثوابت وطنية راسخة لا يمكن أن نتجاهلها. عهدناها على ثوابت وطنية راسخة لعقود طويلة. كانت بوصلة الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، إلا أنها ربما في العقد الأخير واجهت بعض الصعوبات والأزمات، هزة أرضية، وأقصد بذلك وأشير إلى سيناريو انتخابات بلدية الناصرة التي استدعت من قيادات الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية إلى إعادة حسابات وإلى التنحي جانباً وفسح المجال أمام قيادات وطنية شابة من الحزب. وهنا بزغ نجم قيادات شابة مثل أبو الطيب، أيمن عودي. من يعرف أيمن عودي ويتحدث إليه يستشعر الأمان، يستشعر أن الحزب في أيد أمينة. هذا الشاب له اسم على مسمى والطيبة ميزته وربما عدوته في آن واحد. لم يأتي من فراغ أيمن. أيمن له طفولة حافلة بالمواقف الوطنية منذ كان طفلا، سنتحدث عنها في هذه الأمسية وفي هذا الحوار. أيمن هو الأمل في إعادة البوصلة إلى الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية. أيمن هو الأمل في إعادة الطيور المهاجرة إلى وطنها أو إلى موطنها الأم. أيمن إذن هو الأمل القادم. نبارك لأبو الطيب، لأيمن عودي، ألف مبروك. شكرا لك أخت ليلى وعلى هذه المقدمة الطيبة جدا جدا، ولكن لي ملاحظة. تفضل أيمن. لست أنا الذي أعيد، ولست أنا الأمل الذي غير شيئا أو سيغير شيئا، لأنني مليء بالامتنان لخطنا، لرفاقنا، وأيضا في السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم النائب محمد بركي الذي هو بالنسبة لي أكثر من رفيق وأكثر من أخ وأكثر من معلم أيضا في العمل السياسي، وأنا سأواصل هذا الطريق. يعني هو أيمن هذا مش بعيد عنك، لأنك أنت ما يميزك أساسا هو هذا الإخلاص للحزب الشيوعي وللجبهة الديمقراطية. حتى أنه لو أيمن زعل كان معروف عنه، يعني ما بظهرش، ما بيكشفش عن مواقفه الخاصة أو الشخصية، إنما عن موقف الحزب. لماذا هذا لا نقول الخضوع بل نقول الإخلاص للحزب؟ هذا يميزني ويميز هذا البيت. أنا واثق أنه في كل نتيجة كل أعضاء الجبهة سيقبلون بهذه النتيجة. وقد تحدث هنالك نقاشات صاخبة، قد يكون اجتماعا صارخا، ولكن في نهاية المطاف ليس فقط أنا، كل أعضاء الجبهة، كل جبهوي يفضل الجبهة على مصلحة أي فرد من أفراد الجبهة مهما كان منصبه. لهذا هذا ليس فقط أنا أيمن، وإنما هذا هو النبع الذي نهلنا منه جميعا. نعم، إحنا رح نعود لمسائل الحزب، ولكن أنا بودي خاصة الجيل الجديد. إحنا الجيل اللي واكبك وعاصرك بالفعل نعرف من أيمن، نعرف أن أيمن أبو الطيب الطيب جدا بأخلاقه الرفيعة، نعرف يعني كثير من لطفك في التعامل مع الناس، مواقفك الوطنية، ولكن الجيل الجديد ما بعرف أيمن. نبدأ من طفولتك، من أيامات ما أيمن كان يهرب من البيت، من أيامات ما كان طفل حتى يشارك في مظاهرات ما يلاقوهوش بالبيت يلاقوه بمظاهرة. كيف بديت معك المسيرة؟ الوطنية الصادقة تعلمتها من والدي، من أبي عادل وأمي فاطمة التي كانت تقرأ لنا صحيفة الاتحاد
أنا أذكرها جالسة على السرير وتقرأ لنا من كتاب فيليد سالانجر أولئك إخواني عن الأسرى الفلسطينيين. من هذين الطيبين الشامخين نهلت المواقف الوطنية، هذا هو الأساس. أذكر في بيتنا أنه كان يقرع الباب فتاة وفتى يلبسان القميص الأبيض والربطة الحمراء ويبيعاننا مجلة الغد. أمي كانت تقول لنا نريد أن تكونوا مثل هذين الشابين. أذكر في بيتنا إنسان قمة في الرقي وقمة في الهدوء وفي العمق، إيميل توما، يجلس على الكنبة ويشرح بهدوء مواقف سياسية، وأنا أنظر إلى هذا الرجل الكبير الكبير. على فكرة أول لقاء رسمي بيني وبين الحزب كان في جنازة إيميل توما. وقتها كنت طفلا صغيرا في العاشرة من عمري، نظرت وإذا بعملاق اسمه إيميل حبيبي يقول لإيميل توما من الورد إلى الورد تعود. كان هذا هو أول تيار كهربائي مسني في العلاقة رسميا بيني وبين الحزب والجبهة. طيب إيه علاقتك بقيادات الجبهة من أنت صغير، المواقف اللي كنت تذكرها من إيميل من 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 هؤلاء القادة، لو تذكر لنا إيش اللي من بيتك، من بيتك الخاص، من هذه الجلسات اللي خلتك تحب الحزب وتحب مسيرتهن. في العام 88 أربعة أشهر بعد الانتفاضة كان عمري 13 سنة تقريبا، وأردت أن أذهب إلى سخنين. في ذلك الوقت لا أعرف لماذا كانت سخنين تهيأ لنا بأنها في آخر العالم. قلت لأبي بأنني أريد أن أشارك في مظاهرة سخنين يوم الأرض. هو قال لي هذا خطر، خاصة في أجواء الانتفاضة الأولى، وأنا أطلب منك أن لا تذهب. لا أعرف لماذا عصيت الأمر، هربت. صحيح. ذهبت إلى شيء اسمه باص الشيوعي. كان يعني قد كان عمرك؟ 13 سنة. فذهبت هنا، كنت وحيدا الذي استقل الحافلة مع الرفاق الحزب الشيوعي، لم أعرفهم بشكل شخصي. عندما نزلت من الحافلة رأيت أمواجا من الناس تهتف جليلنا مالك مثيل وترابك أغلى من الذهب، ما منرضى بالعيش الذليل لو رحنا عجهنم حطب. كنت أشعر بهذه الشعارات تدخل في وجداني، أنا شخصيا تدمع عيناي عندما أسمع شعارات المظاهرات. شعارات المظاهرات أكثر ما يؤثر في وجداني. عندما وصلت رأيت في المنصة توفيق زياد، كان يخطب، كان يلهب مستمعيه. هذا الإنسان أثر بي أيما تأثير. عدت إلى البيت في الساعة ربما 11 ليلة. وكان لك القصاص؟ طبعا وقته ما كانش فيه لا يعني محمول لا نقال ولا لا يعني أهلي مش عارفين وين أنا موجود. فلما فتحت الباب كل البيت يعني وقف، أين كنت؟ قلت في سخنين. شو؟ سخنين؟ شاركت مظاهرة يوم الأرض. فقال لي فوت على الغرفة. لقنني درسا، ولكن هنالك يعني شاعر اسمه ابن زريق البغدادي يقول لا تعذليه فإن العذ يولعه. قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. يعني أبي الذي علمني على الوطنية هو بالطبع يريدني أن أشارك في كل مناسبة وطنية، ولكن خاف على ابنه الصغير وهو ما زال يذكر هذه المناسبة بابتسامة كبيرة. من هذه الطفولة ومن هذه الجرأة والمشاركة في مظاهرة سخنين التي غيرت حياة أيمن عودي إلى تحول آخر أثر فيك، وأيضا كان له الأثر الكبير على من هو أيمن عودي اليوم، تحقيقات الشباك في مرحلة الإعدادية والثانوية. أول مرة دعيت إلى مكاتب الشباك المخابرات الإسرائيلية كنت في 14 من عمري. اتصلوا وقالوا نريد أيمن إلى تحقيق. يعني صرنا نفكر شو عملت أنا، شو صار، ما عرفناش إنه الشباك. رحت أنا وأبوي وأمي في الطابق الثاني في شارع حتيفات جولاني في حيفا، أصم المحققين حايم وأفيف،
وقالوا لي بأنني يعني أشجع طلاب المدرسة للخروج في مظاهرات وغيرها وغيرها من الأمور. أبي كان يرتجف، كان خائفا علي. هنالك يعني بعض الناس خاصة الجيل الشباب لا يعرفوا كيف العلاقة كانت بين المواطنين العرب والشباك قبل مرحلة أوسلو، اتفاقية أوسلو. كان الشباك أمرا مرعبا بالنسبة للجيل الشاب، خاصة غير المنضوين تحت حزب رسميا. يعني الحزب كان يستطيع أن يحافظ على الناس على الجمهور، ولكن الناس الوسطاء يعني كان بالطبع هذا الأمر من شأنه أن يعرضهم إلى الكثير من الخوف. هذا الأمر استمر أكثر من تحقيق، ولولا وقفة والدي، لولا وقفة والدي هذه الوقفة الجدعة معي، برأيي كنت قد تحطمت نفسيا من الداخل. ولكن وقفا معي بأصالة بجدعنة، ساعداني على تجاوز هذه المرحلة. وبرأيي من وقتها اشتد عودي أكثر وأكثر، أصبحت أكثر صلبا وأكثر ثقة بنفسي. عم توصف الفترة اللي تعرضت فيها لأمور لإهانات معينة أو تجريحات معينة أو تهديدات معينة أو ربما عنف معين داخل التحقيق؟ تهديدات مباشرة لم يمسوني باليد أبدا، ولكن تهديدات مباشرة. أستطيع أن أقول لك ليلى، هذا الحدث هو الحدث الأكثر تأسيسا في وعي في وجداني. يعني أصبح بالنسبة لي قضية الأمن ليس فقط موقف معارض مبدئيا، وإنما تفاعلات وجدانية. في أحد المرات كنت أقول لماذا كل هذا النضال ضد الخدمة المدنية المنبثقة من وزارة الأمن؟ كنت أشعر أنه بالإضافة إلى الموقف هنالك تموجات نفسية داخلي ضد ما يسمى الأمن، هنالك عداء نفسي ضد ما يسمى الأمن، بالإضافة إلى الموقف الصحيح ضد ما يسمى بالأمن. أنت تعرفي بأننا نريد مساواة في كافة الوزارات ما عدا ثلاث وزارات، الأمن والخارجية واستيعاب الهجرة للأسباب المعروفة. نعم. طيب، من هذه فترة الشباب إلى فترة الرجولة وإلى فترة يعني اللي كنا أيمن لمعلومكم كان عريس مطلوب بحيفا من أيامات حيفا، إلى أن يعني زف إلى حيفا خبر زواج أيمن عودي من السيدة نردين عاصلي، وهي طبعا أخت الشهيد أسيل عاصلي. وهذا الزواج أثمر عن ثلاث ملائكة، هم الطيب وأسيل على اسم خاله الشهيد أسيل عاصلي، وشام أصغر إخوتها. نحكي عن هاي المرحلة، وخاصة ارتباطك بنردين، ونردين معروف إنها تجمعية وأنت من أشد المتطرفين شيوعية ربما. أولا أنا تعرفت على نردين، أرجو أن لا يضحك دكتورة نردين، طبعا أرجو أن لا يضحك المشاهدون. طبعا تعرفت عليه في المظاهرات، يعني أين يمكن أن أتعرف على على شريكة حياة. وهي كانت يعني تؤيد التجمع، ولكن ليس بحدة، ليس بانتماء متكامل. يعني عندما خطبنا كان هذا وضعها. بعد ذلك أصبحت يعني شخص مركزي في انتخابات الجبهة، ليس رئيسا لطاقم الانتخاب ولكن شخص مركزي. كنت أتساءل بين نفسي وموجود في معضلة بين أنني أقنع الناس بأن يصوتوا إلى الجبهة، ماذا مع زوجتي؟ والأمر الآخر بأنني أؤمن إيمان صميمي بأنه للمرأة حق بالتفرد، بالاستقلالية، بأن يكون لها موقف خاص بها، وكنت أرى بذلك موقف قوي أساسي. فبين رغبتي الشديدة جدا جدا وبين إيماني القاطع بضرورة استقلالية القرار والتفرد به والعناد عليه، كنت موجود بين هذين المكانين. بعد الانتخابات ذهبنا أنا وهي سوية إلى صندوق الاقتراع، وكنت أشعر بأن أعصابي تتفتت، أريدها أن تصوت جبهة، ولكني لم أتحدث معها بالأمر. بعد أن خرجنا من الصندوق سألتها باغتضاب لمن صوتتي؟ قالت لي طبعا جبهة. فأنا شعرت بكل بساطة، فأنا شعرت باعتزاز.
قلت لها ليش؟ قالت لي السبب الأساسي بأنني أؤمن بك وأؤمن أنك إنسان مخلص وأنت تستحق الدعم. ولكن برأيي ليس هذا فقط. هي تعمل طبيبة نساء، هي تجلب الأولاد إلى العالم، والأولاد جزء منهم يهود وجزء عرب. برأيي هذه المهنة تعلمنا الأممية أكثر من أي مهنة في العالم. يأتي الطفل مش مهم شو دينه، مش مهم شو قوميته، مش مهم شو لونه، مش مهم شو جنسه، هو إنسان. فكيف لا تكون إنسانة أممية تقيم الإنسان كإنسان؟ ولكن في حينه أجابتني جوابا شخصيا مباشرا بأنها تثق بإخلاصي وبنظافتي وحبي لشعبي. يعني ممكن نقول إشي يسيء لإلك كأب أو كرجل، إنه الحزب وعملك الحزبي يطغى على أيمن الأب أو أيمن الزوج، وممكن يكونوا عم بيدفعوا ثمن كبير لقاء هذا الإخلاص للحزب الشيوعي، كله جاي على حساب أهلك وبيتك، أليس صحيح هذا أيمن؟ أنا مقصر في حق بيتي لأنني أتواجد في مختلف المناسبات العامة، وزوجتي بطلة الأبطال وعمدة البيت. يعني هذا الموضوع يؤلمني بشدة، وأنا يعني لا أتابع تطور أولادي بالشكل الصحيح، وأنا لا أعتبر هذا مدحا لي، هذا خطأ من واجبي. عم بدي عليك أيمن فترات مثل المشي الأولى، الكلمة الأولى، هل هذا ما أنا مسؤول عن البيت مدة ساعتين، من الساعة 6 صباحا حتى 8 حتى يذهبوا إلى المدرسة. فأنا أستيقظ كل يوم صباحا، بتباطح معهن على التخت، بآمن المباطحة هي فرصة العناق، إنه جسمي يلمس جسمهن. والولاد مرات بتدمروا، باجي دعبطهن خلاص بدنا نلعب، فالفرصة هي المباطحة، تعالوا على المباطحة يلا نتباطح. فبالمباطحة هي هي العلاقة الحميمية، فكل يوم الصبح في مباطحة. بعد المباطحة في أغديهن ألبسهن أفطرهن ألبسهن، لأنه زوجتي مفروض تحضر حالها لعملها. فهي يعني الساعتين بشكل دائم أنا مع أولادي، وغالبية الأيام يعني نكتفي بهاتين الساعتين، وهذا أمر مؤلم وأعتبره غير مدح لي، هذا ذنب لي، من واجبي أن أعطي البيت والأولاد أكثر. بتعرف أيمن، وأنت عم تحكي وعم تشرح بهاي العفوية وبهاي الإنسانية، كتير من الناس رح يوافقوني الرأي بأنه الجبهة والحزب الشيوعي كسب لأنه فيك الصفات المش موجودة بباقي، يعني لا أريد التعميم، ولكن بجماعات مجموعة كبيرة من قيادات الحزب، العفوية التلقائية، ما عندكش انك طالع على شجرة عالية، الإنسانية هاي اللي فيك اللي بتقربك من الناس. هل حسب رأيك أيمن عودي كرت رابح لمخاسر الجبهة والحزب الشيوعي خاصة بالفترة الأخيرة؟ يعني أنا بعرف مرات حتى للضرورات الإعلامية بأنه في شيء جديد وهذا يحمس، بس أنا ملتزم أخلاقيا لأن أقول أن هذا غير صحيح، خاصة بالنسبة لحزبي خاصة. إحنا عندنا كان كوكبي كلها مشاعر فيها شعراء، يعني من لا يعرف توفيق زياد بعفويته بإنسانيته بلهفاته، كل واحد بتذكر له نهفي إنسانية معينة من زاوية معينة. أنا بدي أقول عن محمد بركي، يعني أنا شريك مع محمد بركي في الحب الشديد للموسيقى وخاصة لأم كلثوم. أنا شريك له في حب طبيعة بلادنا، أنا شريك له في الجلسات الإنسانية. برأيي إذا كان هنالك مميز لهذا الحزب
فهو هذا البعد الإنساني لقيادة الحزب والجبهة. بس كانت هذا في البعد الإنساني اللي بعدت الناس عن الجبهة وخاصة في الناصر على سبيل المثال، وأكثر التصريحات أو الأفواه بتتفق على أنه الاستعلائية تبعت قيادات الجبهة كانت السبب في بعد الناس عنها، والحمد لله أنك أنت شعبي وتلقائي بحيث أنه أكسب الجبهة إشي جديد. ألا تتفق مع هذا الطرح مثلا؟ أنا منحاز للرأي بأن قيادة الجبهة هي قيادة شعبية، هذه الحقيقة. يعني أنا أعرف كما قلت الضرورة الإعلامية، ولكن حقيقة يعني أنا بشوف يعني أطيب ناس وبشوف بسطاء، وحتى الوضع الاقتصادي لدى كادر الجبهة وضع اقتصادي بسيط متواضع. يعني انظري إلى الجبهويين في كل البلاد، أبسط ناس حتى على المستوى المادي الاقتصادي اليومي. يعني نحن يعني نتميز في هذه العلاقة الطيبة والحميمية مع الناس. الأمر الأساسي الذي يميز جبهة هو هذا البقاء غير التقليدي. هل في حزب سياسي عربي أو يهودي استمر طيلة يعني 90 سنة مثل هذا الحزب ولاحقا هذه الجبهة؟ حتى عندما نتحدث عن الناصري، هل معقول انه اطار يصمد 38 سنة؟ ممكن يحكوا لك ما كانش فيه البديل، لسه في البدلاء. 38 سنه في سلطه. يعني انا مرات بفكر بحكي انه حزب ماباي حزب العمل اقام دوله اليهود بعد 2000 سنه، هاي بين قوسين طبعا لانه ايديولوجيا عندنا راي اخر، بعد 2000 سنه وانتصر على الدول العربيه وعلى عبد الناصر. بعد 10 سنين الشعب الاسرائيلي قال لهم يا عمي السلام عليكم. بالمقابل فتح يعني حركة الشهداء التي صنعت الهوية الفلسطينية 30,000 شهيدا من فتح. بسنة 2006 الشعب الفلسطيني قال لنا يا عمي ستوب. جبهة التحرير الوطني الجزائري 1.5 مليون شهيد، دم الثوار تعرفه فرنسا وتعلم أنه نور وحقه. يعني بعد بن بلا الشعب الجزائري قال يا عمي ستوب. فإذا إحنا منشوف والله جبهة الناصر بعد 38 سنة، هذا الجسم تبعنا بعد 90 سنة ما زال يتفاعل. طب كيف بتفسر الإخفاق اللي صار في الانتخابات الأخيرة؟ جزء منه هذه المدة الزمنية، هنالك شيء يعني خارج عن المألوف. هذا البقاء الناس يا عمي بدها تغير، بصير في جو من هالنوع، يعني بصير في حالة من النوع لازم ننظر إليها. توجد إخفاقات داخلية، هذا أيضا حقيقي، وتوجد أسباب موضوعية أيضا، أسباب سلطوية وأيضا وأيضا وأيضا، ولكن أنا أريد أن نضع المارس عند حدنا، أن نضع الحد على مارسنا كما يقول الفلاحون. على مارسنا نحن أن ندرس الكثير من الأخطاء التي اعترت هذه المسيرة الرائعة. هنالك أخطاء بالطبع وهذا ما يريد أن يسمعه الناس، ونحن برأيي نستدرك. أنا أنظر إلى جبهة الناصر مثلا بعد هذه الضربة القاسية بكل المفاهيم، موجعة جدا، موجعة قاسية بكل المفاهيم، أذهب إلى النادي أرى كل كادر الجبهة غير منقوص أبدا. الكل متواجد، الكل يؤمن بالطريق، الكل يؤمن بصدق هذه المسيرة. طب هذا كنز. يعني لو كانوا ناس انتهازيين بعد خسارة بهربوا، ولكن بالعكس التفوا واستمروا في هذه المسيرة. أنظر من يرفع شعارات في المرحلة الأخيرة، الجبهة، من يجمع تبرعات لغزة الآن، لغزة في هذه المرحلة في الناصرة. الإطار الوحيد الآن في هذه اللحظة هي الجبهة. أنا برأيي هذا كنز بعد هزيمة، بعد ضربة قاسية مثل هذه الضربة، أن تبقى الجبهة على حالها، هذا يدلل على أصالة الجبويين. طيب وهي كمان ميزة فيك أنك ربما من القياديين القلائل في الجبهة اللي بيعترفوا انهزمنا. الهزيمة، رددت كلمة الهزيمة كم من مرة إسه انتبهت؟ العديد من المرات. إحنا العرب يعني يعني نحن مبدعون في إيجاد صفات النكسة نحن تلقينا هزيمة قاسية في الناصرة. أنا يعني 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 لا أقبل بأن نضع الأسباب فقط في مارس الجبهة. هنالك المؤسسة، هنالك جدعون ساعر، نعم، هنالك مستشار قضائي، نعم، هنالك مؤسسة بأكملها، نعم ونعم ونعم، ولكن خلال 38 سنة ما كانش عندنا أخطاء؟ طبعا كان. أحد الأخطاء الأساسية، في أخطاء برأيي لا أسميها أخطاء، هناك ظروف موضوعية. مثلا
الأحياء الفقيرة حول المدينة. هذه أحياء لديها مشاكل بنيوية كونها أحياء للاجئين بالأساس، اللي هن ضحية جريمة إسرائيل الكبرى. يعني هن مش الأماكن المؤسسة في الناصر كما في مركز البلد. هنالك مشاكل بنيوية، البلدية قدمت لهذه الأحياء في السنوات الأخيرة موضوعيا أكثر من مركز مدينة، ولكن الجبهة كإطار سياسي وليس البلدية لم يتواجد في هذه الأحياء كما يجب. هذا برأيي خلل أساسي على الجبهة في الناصرة أن تناقشه، وغيرها من الأسباب، ولكن لأن نقاشنا ليس حول الناصرة فلننتقل حول لموضوع آخر. طيب نحكي عن معارضين أيمن عودي، وليس المعارضين من خارج الحزب، إنما يعني حاولت أستجمع بعض يعني الآراء من معارضين أيمن عودي، شغلت شغل صحفي من داخل الحزب، واجتمعت الآراء على أمر واحد: يا أبو الطيب، طيبتك على ما يبدو إنها هي عدوتك، بما معناه أنه أيمن عدو الأول هو أيمن. نفسر أكثر: طيبتك قد تنقلب عليك، بمعنى أنه معارضين أيمن عودي من داخل الحزب الشيوعي ومن داخل الجبهة، يقال يعني بعض الأقوال ربما تزعجك ممكن تزعلك، ولكن هي كالتالي: بأنه أيمن كبير على المنصب، أيمن طيبته رح تورطه، أيمن حتى نبرة صوته هاي الطيبة اللطافة اللي فيها ممكن تسبب له أزمة، ما يكونش حاسم، ما يكونش ديكتاتور في المواقف اللي المفروض يكون فيها ديكتاتور. ردك لمعارضيك؟ كلمة إنسان طيب كلمة عظيمة يريدها شعبنا، وكلمة ديكتاتور كلمة سيئة لا يريدها شعبنا. أن يكون الإنسان طيبا هذه صفة حميدة، صفة عظيمة، وأرجو أن أكون طيبا جدا جدا جدا، ولكن ليس على حساب المبادئ، ليس على حساب المواقف، وأنا بالمواقف إنسان عنيد جدا جدا. وبالمقابلة قلت لك أكثر من مرة، ربما هناك ضروريات صحفية، ولكن الحزب والجبهة والمواقف، أنا إنسان عنيد في المواقف المبدئية. طيب أن أكون طيبا مع الناس، أنا إنسان بحب الناس، بحب أعيش مع الناس، بحب أطلع من بيتي أشوف الناس، بحب أحكي لها صباح الخير، بحب أقعد معهن. في مرة أصمها أم الياس في سوق وادي النساس في حيفا، بحب أحط الصندوق وأقعد على الصندوق وهي تساوي بالفجل هيك، بشعر أنه أنا موجود في بيئة الطبيعية بين الناس الطبيعيين الطيبين، هذول أهلي وناسي، وأنا أشعر بانسجام كامل معهم. فهل هذه الصفة على حساب موقف، على حساب جدعني، على حساب مواجهة؟ لما بشوف شرطة بحب أواجه. فأنا برأيي هذا مفروض أن يكون عامل إضافي جيد وليس العكس. طيب ذكرت أنك أنت عنيد في المواقف، هل هذا يعني أنه أيمن عودي في قرارات معينة، وأنت الآن قائد الحزب وقائد المسيرة، هل رح تكون عنيد في بعض المواقف حتى لو مرجعيتك الحزب خالفتك في الرأي؟ هل ممكن أن يحدث مثل هذا السيناريو؟ أنا أقاتل من أجل رأيي داخل الجبهة. عندما تتخذ الجبهة موقفا فأنا أدافع عن هذا الموقف، وأنا أطلب من كل الناس أن يفهم أن هذا الموقف صحيح، لأن لا أحد منا وبالطبع مش أنا يملك الحقيقة. فإذا كنت لا أملك الحقيقة فلهذا يجب أن عمليا أن أذهب إلى القناعات الجماعية. القناعات الجماعية ذهبت باتجاه ما، مين أنا تني أقول أنا الصح والأغلبية خطأ؟ إما أن أكون إنسان ديمقراطي وأعتمد على رأي الجماعة، وإما أن أتصرف بشكل ديكتاتوري أو بشكل عبثي. طيب. أنا لست عبثيا ولست ديكتاتورا، مواقف الجبهة هي التي تمثلني حتى لو كان في حالة ما لي رأي خاص مخالف.
طيب إلى أي مدى القيادة الجديدة في الجبهة والحزب الشيوعي راح تكون مستقلة تماما عن القيادات السابقة؟ يعني مش راح نشهد بعض الستاتوسات على الفيسبوك اللي بتقول لك في أيادي خفية وفي خيوط خفية من القيادات السابقة اللي بتحرك قطع البازل لأيمن؟ ليلى، مجلس الجبهة الأخير كان مفخرة. كل إنسان يرى هذا المجلس ويتابع هذا المجلس ويرى كيف أن الجبهة قادرة على التجدد في المكان الأول. يعني شخص مش عضو كنيسة مباشرة بيكون رئيس للقائمة. عايدة توما رقم 2 مباشرة تصل إلى الكنيسة. دكتور يوسف جبرين مباشرة يصل إلى الكنيسة في الموقع الثالث. يعني 3 جداد في الأربعة الأوائل، ولكن هن مش جداد، كل شعبنا بيعرفهن لأنهم لم يهبطوا إلى الكنيسة عبر المظلات، وإنما جاءوا من بين الناس، جاءوا من مواقع كفاحية، جاءوا من مواقف مشهودة، كل الناس تعرف من هؤلاء الأشخاص. أنا برأيي هذه قوة للجبهة، وأريد أن أضيف أنه فقط جسم له هذا العمق التاريخي، له هذا الجمهور الثابت الملتزم، يستطيع أن يتجدد بكل هذه الثقة. وهذا يذكرني في العام 99 نائب محمد بركي كان سكرتيرا للجبهة، مرة واحدة أصبح رئيس للقائمة. عصام مخول أيضا جديد في 99، يعني غيرنا بشكل كلي والجبهة واصلت. الآن أنا أنظر إليك، بعد هذا التغيير هل ستخسر الجبهة أصواتا ودعما من شعبنا أم بالعكس ستواصل وتواصل وتواصل؟ هذه قوة الجبهة. نعم، قائمة واحدة ولا قائمتين أيمن؟ الجبهة اتخذت موقفا واضحا. أنا بسألك عن رأيك الشخصي، رأيك الشخصي كان هيك كمان؟ موقفي هو موقف الجبهة. الجبهة اتخذت موقفا واضحا نحو قائمة مشتركة. أنا أريد أن أقول أمرا سياسيا أساسيا. ما هو هدف الانتخابات؟ لماذا نذهب؟ كيف بده يكون لنا معنى في هذه الانتخابات؟ الهدف الأساسي هو أن نساهم في منع اليمين من العودة للحكم. اليمين قتل 2200 فلسطيني في شهر 1، عمق الاحتلال، كرس الاستيطان، أدار ظهره للعملية السلمية، عمق الفجوات الاقتصادية، نهش وقدم في الهامش الديمقراطي المهترئ أصلا والذي نصبت أعلامه على خرائب شعبنا الفلسطيني. ولكن أريد أن أضيف، كل الحكومات عملت هيك، ما هي العلامة الفارقة لهذه الحكومة التي تميزها عن أي حكومة من العام 49 لليوم؟ هو التحريض ضد الجماهير العربية. ليلى، هذا عنوان، التحريض ضد الجماهير العربية. لا. يعني أنا كنت أقرأ كتب لإيميل توما. ما أفتح الكتاب أشوف لوبراني قال إنه العرب لازم يكونوا حطابين وسقاط ماء. من هو لوبراني؟ هو موظف، ليس أكثر من موظف. 20 سنة نقول لوبراني قال، ولكن اليوم مش لوبراني، مش موظف، رئيس الحكومة بحرض علينا، نائب رئيس الحكومة بحرض علينا، أركان الائتلاف تحرض علينا. فما هي العلامة الفارقة؟ هو التحريض ضد الجماهير العربية. هذه الحكومة يجب أن لا تعود. نحن نشكل 20% من المواطنين، يجب أن نضع كل وزننا الكمي والنوعي في المساهمة لمنع هذه الحكومة من العودة. إذا كانت الرغبة الشعبية عارمة من أجل إقامة قائمة مشتركة فلنصغي إلى هذا الصوت، إذا كان من شأنه أن يزيد من نسبة التصويت لدى الجمهور العربي. هذه هي المعادلة الأساسية. هنالك أمور أخرى، تخفيف التوتير بين الأحزاب، لأن هنالك قضايا اجتماعية شائكة، العنف، الخاوة، الزعرنات، هنالك حاجة لهدوء ما بالعلاقة بين الأحزاب كي ننطلق بمشروع وطني لشعبنا، كل شعبنا في هذه المرحلة. الجبهة اتخذت هذا القرار بناء على هذه الرؤية. الآن هل تسأليني هل هنالك خيارات أخرى؟ أقول لك الخيار، خيار الجبهة هو الذهاب في قائمة مشتركة، ولكن طبعا أنا أعي أنه 1.5 مليون، يعني بيطلع عليهنش قائمتين، بيطلع قائمتين. يعني في ناس عندها العقدة الخواجة، قال اليهودي، شوفوا اليهود إيش عملوا اليهود. يعني الشعب اليهودي الإسرائيلي
بمعظمه في العام 49 كان يبني أمي بنيم أما نيشن بيلدينج يبنوا شعب. كان عندنا 20 حزب، 900 ألف كانوا، إحنا 1.5 مليون، قائمتين، هذا كثير؟ لا مش كثير. وبنات الفائض أصوات، هذا مش كثير. ولكن خيار الجبهة اللي اتخذته رسميا هو الذهاب نحو حتى لو كان ضد رأي القائد، قائد الحزب. يعني في حدا سمع مني أي تصريح في هذا الاتجاه؟ أريد أن أضيف أنه في مجلس الجبهة الذي اجتمع به أكثر من 700 إنسان، أنا وطبعا رفيق النائب محمد بركي لخصنا الاجتماع، وأنا تحدثت مع أعضاء مجلس الجبهة وطلبت منهم أن يصوتوا بأوسع قاعدة ممكن نحو قائمة مشتركة. وقفت على المنصة وطلبت أن نتوحد حول هذا المطلب، وبرأيي حاز على أكثر من 80% أو 90% من كادر الجبهة. طيب، هل ممكن أن تتنازل عن المقعد الأول؟ نحن نعرف أن الجبهة، الحزب الشيوعي، يطالب أن رئيس القائمة المشتركة يكون من الجبهة في حالة بعد. الموضوع على فكرة مش موضوع مقاعد أبدا، يعني كان ربما يكون في المرحلة القادمة. كان هنالك نقاش قبل انتخابات الجبهة الداخلية، هنالك من قال لي هل أنت مستعد للذهاب إلى المقعد الرابع في قائمة الجبهة؟ قلت له أكثر مقعد بحبه وجدانيا هو المقعد الرابع. وأنا شاب صغير كنت أطلع على لقي توفيق زياد في المقعد الرابع، 20 سنة وهو في المقعد الرابع، كنت أقول أنا وجدانيا هذا المقعد هو الأقرب إلى قلبي. لهذا فالموضوع مش موضوع مقاعد أبدا، ولكن إيجابي رغم ذلك. ولكن إذا كل الأحزاب تجمع، يعني بالأمس اتصل بي ربما 4 أعضاء كنيسة وقالوا لي اذهبوا إلى قائمة مشتركة ونحن نريدك رئيسا للقائمة المشتركة لأن هذا المقعد للجبهة. فإذا كانت كل الأحزاب تجمع، برأيي أنا المضبوط أنظر إلى هذا الموضوع نظرة سياسية، ليس فقط تقدير للجبهة ومكانتها أكثر من ذلك. برأيي من واجبنا أن لا نجعل من القائمة المشتركة أمر يساهم من أجل رفع نسبة التصويت لليمين. يعني واجبنا أن يكون خطابنا خطابا ديمقراطيا في مواجهة الفاشية، أن لا يشكل فزاعة في وجه اليمين. وبرأيي بمقدورنا نحن عبر خطاب كل كرامة وطنية، وفي الوقت ذاته خطاب ديمقراطي صميمي من أجل التفويت الفرصة على اليمين أن يحرض على هذه القائمة. نحن ومختلف الأحزاب معنا سنقود هذه القائمة. طيب، سؤال ممكن يحرجك ولكن بدنا منك إجابة صريحة عليه، الإشي اللي بدك تأخده معك من محمد بركة والإشي اللي بدك تتركه لمحمد بركة. لا أعرف لماذا هذا اللقاء أخذ بعدا إنسانيا وعاطفيا. أنا سأواصل هذا البعد الإنساني والعاطفي بعد عائلتي الصغيرة التي تشمل بيتي الصغير مع بيت والدي. أقرب إنسان إلى قلبي هو محمد بركة، وأنا أخذت منه وسأواصل، وأنا أريد أن نبقى معا، وهو بالطبع سيبقى قائد الجبهة وسيبقى رئيسا للجبهة. واليوم تحدثنا مكالمة حميمية جدا، وهذا هو دأبنا دائما. خليني أتحدث عنه بكل خير لأنه يستحق. لكن من ناحية سياسية خلينا نحكي، يعني هناك أمور كثيرة ممكن أنك تأخذها منه، ولكن بدنا نتحكي عن أهم صفة بالنسبة لإلك بدك تحافظ عليها تأخذها معك دائما جويتك من محمد بركة، إيش هي؟ بالأمس أنهينا الانتخابات الداخلية. نعم، خلينا في هذا الجو الطيب. بعد يمكن 2-3 شهور ممكن أحكي هيك يعني بعض الأمور اللي هي تفصيلية دقيقة، ولكن أكيد مش جوهرية، ولكن هي تحتمل وجهات النظر. يعني ممكن هنا باتجاه أكثر صحة وهناك باتجاه أكثر صحة، ولكن في هذه الأجواء الطيبة والجميلة خلينا نكمل في هذا الاتجاه. طيب أيمن، معروف عن العلاقة الإنسانية العميقة ما بينك وبين 2 بالأخص من قيادات الجبهة وهني محمد بركة وما بين رامز جرايسي،
هدول التنين ايش بيعنوا لك بالذات؟ انا احبهما، وبرايي انه المحبه في قياده تنظيم سياسي هذا كنز، هذا شيء جميل جدا. يعني انا احب مجالستهما، انا احب انه نروح مشوار، انا بحب نحكي بمواضيع مختلفه انسانيه يعني غير السياسه، واريد ان اضيف بعدا يعني لا ارى به مس في مكانتي ابدا. انه انا يعني عندما كنت في مقتبل شبابي كنت انظر اليهما من تحت الى فوق. يعني محمد كان سكرتير الجبهه، لما صار عضو كنيسة كنت أشتغل وأآمن أنه لازم يصير. ورامز مع توفيق زيات كنت أطلع عليه كشاب صغير أطلع عليه. فهذا البعد يعني ما زال ساريا حتى اليوم. أنا أتعامل معهما باعتراف ضمني بمكانتهما العالية، وأنا أحبهما بشكل شخصي، وهذه المحبة يعني برأيي تضيف إلى العمل السياسي وليست نقيصة أبدا أبدا. يعني أنا رح أختم مع حبك ومحبتك لهذه الرموز ولهؤلاء القادة من قادة الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية، وكان لنا الشرف الكبير تكون معنا في استوديوهات إحنا تي في. تطرقنا لعدة أمور من حياتك ربما باقتضاب، ولكن حتى الناس تعرف من هو أيمن، وبيشرفني أنه أنا تعرف أنه أيمن يكون القائد في هاي المرحلة. كان هذا الشرف لإلي وشرف لأي حدا بعرفك ودخل بيتك. شكرا كثير لك أيمن، قائد المرحلة القادمة، ويعني حامل الراية، راية الحزب الشيوعي الذي شئنا أم أبينا يعني هو بوصلة الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني. شكرا لك أيمن عودي. شكرا جزيلا ليلى. شكرا. وشكرا لكم على المتابعة.